لابد ان يكون عندي مقومات فنيه حلوه عشان انا اتكلم. طيب ايش رايكم في المقومات الفنيه لهذا السهم؟ هذه موجتنا يا حبايب اللي من كورونا. شوفوا هذا السهم جاء ما شاء الله تبارك الله من 17 ريال ونص. شوفوا المضارب ما شاء الله قاد السهم الى 99 ريال و80 هلله، يعني بينه وبين ال 120 هلله، حط رجله ومشي 99 80. وقدر الله عليه خلال عام تقريبا، هذه القمة كانت في شهر 4 إبريل من عام 2021 إلى وصل هنا في شهر 6 من عام 23، جلس تقريبا سنة وشهرين وهو في عملية تصحيح. وبعدين السهم شوفت عينكم أخذ منحنى أفقي عرضي صاعد إلين حصل عندنا قبل حوالي تقريبا شهرين ثلاثة، حصلت المعطيات الفنية دي. وأنا سبق أني حللته وكنت أعتقد أنه من أهم مقاوماته اللي هي عنده هو عندها الآن. وفعلا كان يوصل السهم وما يخترق، يوصل السهم ما يخترق إلين وافق تقريبا، وعلى وجه التحديد شوفوا سبحان الله في شهر تقريبا في شهر خمسة اللي هو هذا، وعلى وجه التحديد في أول الشهر ده. هذا على فكرة هذا شهر أسبوعي، أو يعني نحن قبل أسبوعين هذا زي أيان، شفتوا أيان زي شهر أيان، حصل عنده اختراق لترند. الأسبوع اللي بعده نزل يختبر، شوفوا الأسبوع ده مسوي نفسه إنه ما كأنه اختبر ولا سوى، يعني زي أيان، حركات أيان في اليومين الماضي. شوفوا أيان اليوم أعلى جديد، روح اقتحم قمة الأسبوع اللي قبله اللي هي 18-18 وأغلق 18-3. هذا مين هذا الحلو؟ هذا الجوف الزراعي، هذا في مواصفات فنية ملفتة للنظر. طبعا على الشهر يا أخوان السهم شوفوا التقاطعات، الخمسين مع الميتين المية، شوفوا هذه ترتيبة المتوسطات. على اليومي ما شاء الله فوق الثلاثة المتوسطات، على الأسبوعي نحن دائما نأخذ الأسبوعي في النص. شوفوا الأسبوع إيش يقول لنا، يقول باقي تكة لسه المية ما عداها، يعني بعد ما اخترق الترند إيش اللي خلاه يوقف ورجع يختبر منطقة إيش متوسط المية والمطب اللي قريب 56-40 وعلى النظرية 57. بس الصورة تكفي يا شباب، الصورة تكفي. ممكن يجي واحد يقول يعني شارت زي هذا، إذا نحن نحلل كلاسيكي، إذا أنت تبغى تحلل كلاسيكي خلينا نعتبر إنه هذه حركة عرضية الآن، بلاش نروح نشطح بعيد ولا نشطح قريب، لا نجي من النص هنا اللي هي من هذه المناطق القيعان هذه، شايف نرسم الوتد ونحطه محل الاختراق، بس انتهت. هذه النظرة المستقبلية المتوقعة فنيا للسهم. يا رجل يقول لك 87، ممكن تكون سبحان الله في المستقبل قمة أدنى من القمة بس تكون هناك، وهذا الشارت الاستراتيجي الكبير. هذا يا جماعة من بعد كورونا استطاع أن يقتحم الترند هذا، شوفوا جلس فترة يختبر فيه يطلع فوق وينزل فوق وإلين راح، يعني شوفوا عشان كده بدع. شوفوا هذا الجوف الزراعي، هذا اللي دائما يقال عنه إيش، مع الجوف ما في خوف، هذه من الألقاب القديمة، يقول لك إيش مع الجوف ما في خوف. طبعا أنا الآن أحس إنه وقفة الجوف ما دام فوق 52 ما فيها خوف، وقفة الجوف على الشارت الشهري هذا فوق 52 ما منها خوف. هذه لو تخطت 57 وبدأت تمشي، هذه المحطات الاستراتيجية نسب الفيب في مضاربين ما شاء الله عليهم. شوف هذا الأفندي يسوهم، شوفوا الشمعة دي في شهر واحد يخرب مطنك، يعني شوفوا عقلية الناس اللي في وسط السهم ده كيف تعاملوا معه فترة من الفترة، يعني بصراحة له سوابق حلوة كتير في الموجات الصاعدة. فنحن دائما نخاف من هذه النوعية من الأسهم في الاتجاهات الهابط، لكن في الاتجاهات الصاعدة دائما نشوف عندهم قفزات أحيانا رهيبة جدا. هدول حقون إيش؟ حقون زيت الزيتون. دائما يعني عشان نموه ما نقول اسم الشركة، إيش نقول؟ والله يا جماعة نفسي أشتري لي تنكة زيت زيتون، زيت الزيتون، هذا زيت الزيتون. هذول أصحاب اللي يقول لك إيش المليون شجرة زيتون في المملكة، يقولوا عندهم مليون شجرة. يكفي اللي قلته، إذا كسر 52 هذا نسميها نحن، تعالوا نعيد الحسابات، فوق 52 أنا لا أستغرب ودائما متوقع إنه في خير قادم. نظرة محلل كلاسيكي شايف قدام عينه ترند مخترق وتم اختباره،
وشوفوا انتم سبحان الله، تمر ايام على التأمين، شويه تمر ايام على القطاع الزراعي، شويه تمر ايام على القطاع الصحي، شويه تمر ايام على التطوير العقاري، شويه تمر ايام على البنوك، شويه تمر ايام، يعني تبادل ادوار، احيانا تجي موجات فما. فكل قطاع له مواصفات وكل سهم له مواصفات. التركيز يا جماعه امر مطلوب وخلاص. درست تكتكت، قول يا كريم في معطيات تستحق المتابعه، خلاص حط رجلك واشتغل وانت ساكت. ما لم ترى بأم عينك ما يغير صفو هذا الشرط، وانت ان شاء الله مرشح الى تحقيق مكاسب كبيرة.